مباريات الجولة 25 من عمر الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، والتي عرفت فوز شبيبة القبائل على مولودية الجزائر في مباراة الكلاسيكو بهدف بالعام شباب الوزداد بالفوز بثلاثة أهداف دون رد، فيما عاد متصدر الترتيب لهدف واحد من واجهة مولودية البيض. نفس الجولة شهدت انتصار الوصيف النادي الرياضي القسنطيني على أمل الأربعاء بهدفين دون مقابل. ومن جهته انتهت مواجهة وفاق سطيف وهلال شلغوم العيد برباعية كاملة للوفاق، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة أتلتيك باغادو ومولودية وهران، بينما انتهت مواجهة جمعية شلف ونجم مقرى بتفوق النجم بهدف واحد. هذا وتستكمل مقابلات الجولة 25 يوم غد بإجراء لقاء اتحاد الجزائر واتحاد بسكرة.